وكمان لازم نشكر التلفزيون الفلسطيني. التلفزيون الفلسطيني اللي هو من سنة 95 بيكون ببث هذا القداس إلى كل أنحاء العالم مجانا، بيوصل هذه الرسالة إلى كل أنحاء العالم بمهنية عالية جدا، مع كل الصعوبات اللي موجودة، مع كل الضغوطات اللي موجودة، مع كل الأشياء اللي موجودة. حقيقي تلفزيون فلسطين بيقوم بعمل جبار، بيقدم هذه الرسالة مجانا إلى كل أنحاء العالم، فهذا كمان إشي كبير وإشي عظيم. الكل بيشترك، الشرطة، الدفاع المدني، الصحة، الكل بيتعاون، الكل بيتكاتف، الكل بيكون على هبة الاستعداد كي يطلع هذا المنظر الجميل وهذا الاحتفال الجميل اللي احنا بنقدمه لكل أنحاء العالم. ما ننساش هذه السنة احنا لحالنا قد ايش مليارات من البشر بتتابع هذا القداس، مليارات من البشر بتتمنى ان هي تكون في بيت لحم في هذه الليلة العظيمة، في هذه الليلة اللي هي بيتمناها كل إنسان إن هو يكون موجود في بيت لحم. فتلفزيون فلسطين كمان بينقل هذه الرسالة إلى كل أنحاء العالم. أنا بعتقد المليارات من العالم، وما بقول مليارات ما ببلش، لأنه فعلا كل العالم بيتابع قداس منتصف الليل من بيت لحم، من المكان اللي تولد فيه السيد المسيح. فكل هذه المؤسسات شكرا لهم. كمان الرئيس محمود عباس أبو مازن ليه اهتمام كبير بهذا القداس، ليه اهتمام كبير بهذا اليوم، اهتمامات كبيرة بأنه كل شيء يخرج على ما يرام. وحقيقي هو يوم صعب كتير، يوم شغل كتير للشرطة، لكل المؤسسات الفلسطينية اللي الكل بيتعاون والكل بده يفرح الكل وبده ينقل هذه الصورة الجميلة من فلسطين، من مدينة بيت لحم إلى كل أنحاء العالم. فحقيقي بنتهز هذه الفرصة وأنا بشكرهم إنه فعلا قد إيش بيتعبوا، قد إيش بيكون في تفاني، قد إيش بيبذلوا مجهود الكل مع بعض البعض. وفي هذا اليوم فعلا بنشر إن كلنا إخوة، بنشر إن كلنا بنحتفل، بنشر حتى مع التعب، حتى مع الإرهاق، حتى في ناس ما بتنامش في هذه الليلة لأنه إحنا بنبدأ الاستعدادات. أوكي قلت الساعة 8، ولكن الشرطة والجيش والدفاع المدني وكل المؤسسات بتبدأ قبلها بيوم، ما بيكونش في نوم، بيكونوا كلهم على هبة الاستعداد كي يطلع هذا القداس، كي الكل يحتفل وننقل هذه الصورة الجميلة اللي الكل بيشوفها اليوم، اللي الكل بيشوفها في كل أنحاء العالم، بيتابعونا من كل أنحاء العالم، لأن الكل ما قدرش يوصل على بيت لحم بسبب الجائحة، ولكن فعلا من خلال تلفزيون فلسطين هو بينقلها وبينقل لنا هذه الصورة الجميلة إلى كل واحد في العالم.